شايفين الشاشة؟ واضحة يا دكتورة. احنا زي ما احنا بنقول ان احنا هناخد مع بعض كده بتاع السيجمال سولار، واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على مقدمة عن السيجمال سولار او عن السولار باور بلانت عموما، وقلنا ان هم في عندنا ثلاثة تكنيكس ممكن نستخدمهم، يا اما سيجمال سولار باور بلانت، ودي اللي هي بتعتمد على ال كونسنتريتد سولار كوليكتور، ودي اللي احنا هنركز عليها في الكورس بتاعنا. وفي كمان عندنا اللي هو البي في، يمكن شويه البي في ريليتد شويه الكهرباء، الا ان احنا قلنا ان البي في دي هي اللي بتحول لي اللايت الى الكتريستي دايركت، وهم بيسموها ساعات دايركت سولار الكتريك كونفرجن يعني. وقلنا ان في هايبر سيستم كمان نزلت لكم، كان المفروض ان انا انزل لكم ريبورت على الكلام ده، لكن باذن الله ننزله بقى. عن هايبر ما بين ال الثيرمال والبي في، هم ساعات بيسموها بي في تي، الهايبر سيستم ده بي في تي، وان هو ساعات بيستخدموا الطاقه او عمليه الحراره اللي طالعه من تبريد البي في الفوتوفولتايك سيلز دي، في انها تخزن لي طاقه كهيت، ساعات بيستخدموها انها تستخدم برضه كالكتريستي وترفع الكفاءه بتاعه السيستم اللي عندي. وبعدين اتكلمنا على السبيكترم بتاعه السولار انتنستي، وقلنا ان السبيكترم دي طبيعي احنا هنهتم من 3 مايكرومتر كويف لينس لغايه 3 في بعض التطبيقات. اتكلمنا على ان احنا قسمنا السولار ايراديشن الى جزئين، جزء بيبقى خارج الغلاف الجوي وده اسمه سميناه اكسترا كريستايل او سولار كونستانت، اللي هو احنا قلنا في حدود 1.366 كيلو وات لكل متر مربع، والكريستايل او الانسوليشن سولار اللي احنا قسمناهم لبيم ودي ريفلكتد ولي ديفيوز تمام او سكاترد. اوكي، والثلاثه دول قلنا ان احنا بنقسم البيم، والبيم اللي هو الدايركت ده اللي هو ما حصلوش اي تشينج في الدايركشن بتاعه، اللي جاي من خارج الغلاف الجوي، وما داخل الغلاف الجوي ما حصلوش اي تغير في الدايركشن بتاعه. أما السكاتر ده فممكن يكون نتيجة السحب، نتيجة وجود بعض الغازات والإيريسول غير اتجاهه، والريفلكت ده اللي هو بينعكس من سطح الأرض أو من سطح الجبال أو من أي أسطح يعني. والتلاتة دول بيمثلوا لي كل الإنسوليشن اللي بيظهر، وطبيعي الفرق ما بين الإنسوليشن والسولار كونستانت هي ان بعض ان الغلاف الجوي بيبقى فيه بعض الغازات اللي بتتعامل مع السولار راديشن بتمتصها، وفي بعض الاسطح اللي بتعمل لي سكاترنج، او بعض برضه الاتربه بتعمل لي سكاترنج والسحب. واحنا هنتعامل بعد كده هو مع الانسوليشن اللي هي سواء كان بيم ولا سكاترد ولا او ديفيوز يعني او ريفلكتد، وازاي ان احنا لازم نتعامل مع دول على اساس نعرف كفاءه الايه الوحده، وان دول بيبقوا فانكشن في اللوكيشن بتاع المحطه بالنسبه للشمس ريليتد للشمس، والفانكشن في التايم يعني الشمس بتتغير، وضع الشمس بالنسبه للارض والارض بالنسبه للشمس بتتغير على مدار اليوم، وحتى على مدار اليوم نفسه على مدار
ترتيب اليوم في السنة، برضه دي فانكشن فيها، تمام. فالكلام ده كله هناخده في المحاضرات اللي جاية دي، لكن احنا المرة دي ابتدينا كنا في الآخر خالص إن احنا نتكلم شوية على السولار كوليكتورز، طيب السولار كوليكتورز، وهي دي اللي احنا هنتكلم عليها في المحاضرة دي. فالمحاضرة دي هنخصصها ويمكن جزء من المحاضرة اللي جاية على الـ types of solar collectors. زي ما احنا شايفين احنا ما خدناش لغاية دلوقتي ولا مسائل ولا شيء، بس يمكن من المحاضرة اللي جاية هنبتدي ندخل في الشيء بعض المسائل كده، ازاي بنتعامل مع بعض المسائل، وازاي بنعمل ديزاين، وازاي بنعمل بنحكم على البرفورمانس بتاع السولار كوليكتور. اي حاجه، ما سؤال في المحاضره اللي فاتت ذاكرته ولا لسه ما ذاكرتوش ولا ايه؟ اه يا دكتور، في اسئله؟ لا هو لحد دلوقتي كان تمام، يعني الشرح كان كنت فاهم الجزء اللي فات مركز. يعني كان على المحاضرة اللي فاتت. ما بتكلم عن المحاضرة اللي فاتت. تمام خلاص. أي بقى سؤال؟ يعني إحنا كل محاضرة كده هنراجع المحاضرة اللي قبلها، اللي إحنا بناخد كل أسبوعين. ولو في أسئلة اكتبوها كده وأنتوا بتذاكروا، بحيث إن أنتوا تسألوا لو في أي حاجة بتفوت. كان بس من أول بأول كده نخلص البيت. السولار كوليكتور طبيعي فيه حاجتين أو تو واي، إن إحنا ويمكن دي اتكلمنا فيها في آخر المحاضرة اللي فاتت، اللي هي هل السولار كوليكتور ده بتعمل كونسنتريشن ولا مش كونسنتريتد؟ يعني إيه؟ أشعة الشمس بيحصل لها كونسنتريشن بحيث إنها يحصل لها ريفليكشن أو ريفراكشن، انفصال أو انعكاس، يعني بحيث إن أنا أقدر إن أنا أركزها في سواء زي ما احنا هنشوف كده في لاين أو في بوينت. وبالتالي طالما أشعة تركز بدل ما هي جاية من أريا كبيرة لأريا صغيرة، مركزها في أريا صغيرة، فكمية درجة الحرارة هتعلى، وبالتالي أقدر أستخدمها في بعض الأبلكيشنز اللي محتاجة درجة حرارة عالية، زي إيه؟ زي محطات توليد الكهرباء. تمام. فأنا محتاج إن أنا أولد ستيم، فعشان أولد الستيم يبقى محتاج درجة حرارة عالية، ممكن تكون أباف 400 درجة مئوية أو أكتر من كده. تمام. كمان ممكن إن أنا أستخدمها دي في بعض الأفران، فبرضه دي محتاج درجة حرارة ممكن تصل إلى فوق درجة حرارة 1000 درجة مئوية، وبالتالي بعمل لها كونسنتريشن ويبقى في كونسنتريشن ريشيو، أو إن أنا بحتاج درجة حرارة اللي أنا أقدر أحسبها أو أحصل عليها بدون كونسنتريشن، زي الايه، زي سخان الميه مثلا. انا عاوز اعمل سخان ميه، اير كونديشننج برضه ممكن ان انا استخدمها في التدفئه، وهكذا. تمام. يبقى دون، يبقى انا بقول لا اما بعمل كلاسيفيكيشن، لا اما هي فلات بليت كوليكتور اللي هي الكونسنتريشن بتاعتها بتبقى واحد، او كونسنتريتد كوليكتور اللي احنا بنستخدمها في محطات الكهرباء، وبالتالي الكونسنتريشن ريشيو بتاعتها بتبقى اكبر من واحد، زي ما احنا شفنا في جدول في اخر اخر المحاضره اللي فاتت. بعد اذنك يا دكتور، الوقت من عزم خاصة ننتقل، تبقى مثلا الظهر كده بتبقى درجة حرارة الشمس عالية، وبالليل مثلا بتبقى مفيش درجة حرارة الشمس يعني. طب ازاي، ايه الطرق اللي بنخزن فيها الطاقة عشان نستخدمها بالليل مثلا؟ ما هو احنا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، في عندي في حاجه اسمها مولتنج سوليدز. مولتنج سوليدز يعني أملاح بنعمل لها إذابة، فبنخزن فيها الطاقة، بحيث إنها بعد كده هون، أو تو تانك زي ما إحنا قلنا، تو تانك أو يعني في دي جزء إحنا هندرسه مع بعض، يعني تخزين الطاقة، بس أغلبها اللي إحنا هندرسها سيرمال، لأن أغلب المحطات تستخدم السيرمال. يعني هو في طبيعي كذا طرق لتخزين الطاقة طبقا للمحطات، يعني لو محطة مثلا فيها جاز تربين فساعات بيخزنوا الطاقة في صورة كومبريسد اير انرجي ستوريج سيستم، لو محطة ستيم فبيخزنوا الطاقة في السيرمال في حاجة اسمها مولتن سوليدز. في بعض
المحطات في السعودية يعني على سبيل المثال إنها عشان هي قريبة منا بس الأول، لكن في دول تانية كفلوريدا مثلا في أمريكا بيعملوا تخزين للطاقة بتاع الجاز تيرباين عن طريق إن هو يعمل عملية تبريد، بيعمل تلج، يكون تلج وبعدين يبرد بالتلج دون أثناء درجة الحرارة مرتفعة، فبيعمل عملية تخزين برد بالثيرمال بس كولد بقى. الحاجات دي كلها يمكن هندرسها احنا، هندرس طبيعي حاجات المستخدمة في محطات الكهرباء كإنيرجي ستوريج، لأن في حاجات تانية بتبقى مستخدمة برا المحطات تمام. فإحنا هنركز بس على نوعين أو ثلاثة من إنيرجي ستوريج اللي إحنا بنقدر نخزن فيها، وهي أشهرها المولتين سوليدز اللي هي بتخزن لي درجة الحرارة بتبقى ممكن أوصل ل 500 أو 600 درجة مئوية تمام، إن أنا أحصل على 500 أو 600 درجة مئوية. ماشي يا شباب سامعني؟ أه يا دكتور تمام. طبيعي concentration ratio زي ما احنا قلنا بيعتمد على الديمتري، وهو بيبقى ايه اللي احنا ممكن شفناها دي مرة بفاتت اللي هي area of collector aperture اللي هي مدخل الكوليكتور او الدخول، فتح الدخول للكوليكتور على الايه على الاريا اوف ريسيفر اللي انا بركز عليها الطاقه، او الابزوربر اللي انا بركز على الطاقه. اللي احنا هنشوفه هنا ممكن يكون لاين وممكن يكون بوينت، يعني احنا هنعمل كلاسيفيكيشن بعد كده للسولار كوليكتورز ان التجميعه بتاعه الطاقه دي ممكن تكون على طريق بجمعها على في كونسنتريتد في بوينت معينه هي صغيره جدا، او بجمعها في بحيث انها تمشي في بايب لاين فبتبقى كانها ايه كانها لاين. اوكي فده بالنسبه للتعريف. ممكن اعرفها برضو مش باستخدام الايه، باستخدام الايه السولار الايراديشن زي هي الايراديشن على الريسيفرز اللي هي بعد ما عملت لها كونسنتريشن على الايراديشن اللي جايه على الابريتشر اللي هي المدخل يعني او فتحة الدخول. فدي برضو تعريف تاني للكونسنتريشن، مرة اتنين زي بعض لان في النهاية حاصل ضرب الاي ار في الاي ار بيساوي حاصل ضرب الاي اي في الاي في الاي اي. اوكي الاتنين لازم يبقوا ايه بعض زي بعض كده. اوكي فدول بيبقى نتيجة الاي الريفلكشن او نتيجة الريفلكشن. اوكي زي ما احنا شايفين كده للسولار ثيرمال كوليكتور اول نوعين عندنا اللي هي الفلات بليت والايفاكويتد تيوب كوليكتور، دول عاده لا يستخدموا في الايه في محطات الكهرباء والكونسنتريشن ريشيو زي ما احنا شايفين بتاعتهم بواحد. وهنا درجه الحراره اللي انا اقدر استخدم فيها او ان انا اسخن فيها الووكينج فلويد اللي ماشي خلال الكوليكتور هنا ممكن اوصل ل 80 درجه مئويه، ودي عادة بتستخدم في السخانات بتاعت الايه المية، او اذا كويت برضو ممكن تستخدم في سخانات المية، وممكن تستخدم في بعض التطبيقات الصناعية بس مش درجة حرارة عالية لغاية 200 درجة مئوية. بعد كده هو هنيجي نستخدم نبص على الايه الكونسنتريتد اهو في من واحد لخمسة الكومباوند بارابوليك كوليكتور برضو دي بتستخدم في الطبقات الصناعية في سنيل لينسز كوليكتور دي بتستخدم دي الكونسنتريشن ريشيو عادتها من 10 ل 40 ودرجة الحرارة بتبقى في حدود 400، يعني هي كاتب هنا من 60 ل 300 ممكن توصل ل 400، كذلك البارابوليك تراب كوليكتور برضه ممكن توصل ل 400. ممكن دول اشهر اثنين مستخدمين في محطات الكهرباء اللي هي ودول بيصنفوا ان هم concentrated linear air collector مش point collector تمام. دي موضوع 45. وبعد كده هو في عندي البارابوليك ديش والسلندريكال تراف. البارابوليك ديش برضو بيستخدم بس على سكيل اقل، والسلندريكال والهيلوستات كل الكلام ده بيستخدم، بس الهيلوستات بيستخدم ساعات في المحطات وساعات في الافران
زي ما احنا شايفين درجة الحرارة بتبقى أكتر من 1000 درجة مئوية، والكونسنتريشن ريشيو 1500 درجة مئوية، فدي بتستخدم في بعض التطبيقات إيه الصناعية. يبقى إذا الصورة كولكتور زي ما احنا شايفين كده عامل لنا إياها كديسيفيكيشن أكوردنج كونسنتريشن وأكوردنج للأبلكيشن اللي احنا بنستخدمها درجة الحرارة. درجة الحرارة اللي احنا بنستخدمها اللي احنا محتاجينها كام، وبالتالي تقدر تختار وفقا لدرجة الحرارة اللي انت محتاجها تقدر تختار نوع الكوليكتور بتاعك. يعني انا عاوز درجة حرارة 400 ممكن استخدم البارابوليك تراف او الاي او الفري سنيل لينسز، تمام، وهنشوف ايه الفرق بينهم اثناء الايه ما احنا بنتكلم على الايه على الانواع الوقت الحالي. تمام، اي اسئله دكتور؟ والكوليكتور دوت اللي هو بيعمل زي عمليه نعم كوليكتور ده بيعمل زي عمليه الهيت اكسشينجر للبويلر مع في الخليه. هو بيجمع، هو الكوليكتور ده بيجمع، هنبص على تركيبه الوقت حاجه، بيجمع الشمس، تمام، بيعمل لو هو فلات بليت كوليكتور مش يعمل ايه، هو بس بيسقط عليه الشمس ويعمل عليه حراره، لكن لو هو كونسنتريتد كوليكتور لا، هو بيجمع الشمس ويركزها في على مجموعه من التيوبس، فهو يعتبر مجمع للشمس وفي نفس الوقت هيت اكسشينج. تمام يعني الاثنين مع بعض. بيبقى جهاز كده صغير بيتركب في الخليه، بيبقى ناحيه داخله على البويلر وناحيه الثانيه بيبقى داخل خارجه من قصدك ايه بالخليه؟ ايه قصدك ايه بالخليه؟ بيبقى تقريبا بيبقى جهاز كده صغير بيبقى داخل في الخليه بيطلع منه سلك. يعني ايه خليه؟ انت قصدك ايه بالخليه؟ قصدك ايه بالخليه؟ الخلايا الشمسيه اللي هي الخلية دي بي في، انا بتكلم عن نوع تاني خالص، يعني الخليه الشمسيه اوكي ده ايه بي في، يعني ايه دي عباره عن سيمي كوندكتورز بيقع عليها الشمس بتحول اللايت الى كهرباء. معايا؟ تمام، خليك معايا تكلمني. تمام اوكي. لو فيها بقى هيت اكسشينجر يبقى هي النوع الثالث اللي احنا قلنا بي في تي، ان انت بتبرد الخليه الشمسيه وتاخد الحراره دي تستفيد بيها في حاجه ثانيه. تمام، ان اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي لا، ده ثيرمال سولار كوليكتور. سولار ثيرمال كوليكتور هي عنوانه، سولار ثيرمال كوليكتور ده اللي هو ايه، بيركز حراره الشمس وينقلها للفلويد ثاني اقدر اودي بيه كهرباء بقى او استخدمه في التسخين او ايا كان استخدام اللي انا عاوزه. تمام يبقى لازم نفرق ما بين الثلاثه، بي في في فوتوفولتايك دي سيلز اللي انتوا اللي احنا بنقول عليها خليه، اللي انت بتقول عليها الوقت الخليه دي، ما دي بتعتمد على سيمي كوندكتورز وبيحول على طول الشمس الى كهرباء. اوكي تمام. دي بقى عندي سولار ثيرمال كوليكتور اللي احنا بنتكلم عليها دي، بيحول الشمس الحراره اللي موجوده في الشمس ان في فلويد يمتصها، والفلويد ده لما درجه حرارته بتسخن يا اما بيستخدمه في التدفئه زي الفلات بليت سولار كوليكتور او فيكيويت تيوب كوليكتور، لا اما بيستخدمه في بعض الصناعات زي الهيليوستات فيلد كوليكتور اخر واحد دوت، ممكن ده ساعات بيسموه فرن شمسي، تمام، لا اما ان انا بستخدمه في توليد الكهرباء عن طريق ان انا الستيم ده بيمر على تربينة او الفلويد ده بيمر على تربينة والتربينة دي ايه تولد الكهرباء. تمام، اللي احنا بنركز عليه في الكورس بتاعنا هو ايه، السولار ثيرمال كوليكتور اللي انا عاوزكم تعملوه وتبصوا برضو عليه ايه اللي هو بي في تي اللي هو الهايبرد ما بين السيل والايه والسولار كوليكتور. اوكي، يمكن يعني هو في وقت هناخد عليهم حاضر باذن الله. يا شباب واضح ولا لسه في كونفيوجن ما بين الثلاثه؟ دكتور هو المنتشر في مصر جدا هو السيلز، فكل الناس يعني بتتكلم على السيلز. دكتور هو الفرق بينهم شكل ولا تكوينه والجيومتري بتاعه؟ تكوين
هنبص الوقت حالا حالا اهو حالا حالا تمام. يعني بتكلم على ايه اهي، خلينا نبص عليها عشان ايه وبعدين نرجع عشان تبقوا انتوا بس ايه متابعين شايفين ده، شايفين ده، شايفين الرسمه دي؟ ايوه شايفينها دكتور. تمام، ده الهاوسنج اهو، ده الهاوسنج بتاعه يعني تمام. وهنا ده فين بقى؟ ده ترانسبيرنت كفر، ده كفر هنعرف وظيفته ايه حالا ماشي. ازاز او بلاستيك، الازاز احسن. اوكي اوكي، الشمس بتيجي تسقط كده، لما تيجي الشمس هنا تسقط دي تيوبس، هي ترانسفير ميديوم، دي تيوب فيها ايه؟ فيها فلويد، ايا كان نوع الفلويد، ميه، زيت، اي حاجه. اوكي؟ وده السطح ده بنسموه ابزوربر، ده اللي بيمتص اشعه الشمس. تمام؟ لما هنيجي نحلل الاداء، فالابزوربر ده دي البليتا دي تعتبر ايه؟ فينز. يعني البليتا اللي يعني لغايه هنا كده، شايفين ايه؟ شايفين الماوس؟ تمام؟ اقدر اعتبر ان دي السلندر فيها ايه؟ فيها فينز، دي احنا هنحلها على هذا الاساس. تمام؟ يبقى كده هو ده الابزوربر، بيمتص اشعه الشمس اللي داخله هنا هو، وعزله من تحت. تمام؟ فين بقى السيمي كوندكتور؟ ما فيش هنا السيمي كوندكتور. الثاني السيلز بدل الابزوربر دوت، بدل الابزوربر ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه عندي سيمي كوندكتورز، خلايا شمسيه عباره عن سيمي كوندكتورز، اشباه موصلات. ايه اللي بيحصل لما بينزل عليها اشعه الشمس؟ هي سيمي كوندكتور، فبتبتدي تولد كهرباء. تمام؟ بتبقى متوصله ان سيريس وان باراليل، بحيث انها تولد ايه؟ تزود ايه؟ الكهرباء، الفولت بتاع الكهرباء، ويخرج منها فولت دي سي. لكن احنا ما عندناش الكلام ده. معايا؟ معايا يا شباب؟ هو العزل يا دكتور عشان يحمي الابزوربر ولا عشان ما يحصلش بقى الابزوربر ده هيبقى فيه حراره، مش كده؟ عشان ما تنقلش الهاوسنج؟ اه تمام. ده عشان يقلل اللوسز. يعني كفاءة السخان ده بتبقى في كام؟ في حدود كام في المية تعرفوا؟ حوالي 15%. تمام؟ طب الكفاءة دي بقى هو ده اللي احنا هناخده بقى. احنا هناخده لما نيجي ناخد مسائل. طب الشمس اللي نازلة قد ايه؟ كام في المية بيحصل له ريفليكشن؟ كام في المية بيحصل له لوسز؟ تمام؟ طب اللوسز هنا بتتم ازاي؟ اللوسز هنا ادي البايب اهي. تمام؟ فجزء ما البايب دي بتسخن بتفقد جزء من الطاقه بتاعتها للايه؟ للهواء اللي هنا، صح كده؟ وفي جزء بيحصل ريفليكشن يخرج من الازاز تاني. وفي جزء بيحصل له بالكوندكشن والكونفكشن للهاوسنج. فيبقى في عندي لوسز هنا. تمام؟ فانا بعمل انسوليشن، مش مبين هو لاير انسوليشن حوالين الابزوربر على اساس يقلل الفقد ويقلل اللوسز. تمام؟ ده مختلف تماما عن الايه؟ عن البي في. البي في بس مجرد ان دي بتبقى خلايا عباره عن سيمي كوندكتورز متوصله ببعض، وهي طبعا تسقط عليها الشمس بتحولها لكهرباء. لكن هنا في ايه؟ تايبس، فيها فلويد. معايا يا شباب؟ تمام؟ انا هتقدم شويه وبعدين هنرجع تاني عشان بس يبقى في لبس كده هو، فانا مش عاوز ايه يبقى في اللبس ده موجود. ده بقى ايه؟ اهو ده كولكتور اللي احنا اتكلمنا عليه، ده بارابوليك تراف اهو. شايفين الشمس بتتركز هنا، بتيجي بتنعكس كده، تنعكس وتتركز على البايب ده. البايب ده
بشاور عليه ده. ده عبارة عن pipeline، هذه مواسير هي جاية كده هو تمام بتتركز، وهنا pipeline بتتركز عليها الشمس. الشمس بدل ما تسقط على المساحة دي كلها، أنا بركزها تسقط على إيه؟ على الحتة دي، على المساحة دي. تمام؟ يبقى concentration ratio هي إيه؟ هي النسبة ما بين المساحة دي اللي أنا بشاور عليها كده إلى المساحة كلها. دي المساحه كلها، دي الـ دي الاربيتشر ايه، دي الاربيتشر اريا، دي المساحه دي كلها، ودي الريسيفر اريا دي. معايا يا شباب؟ يا دكتور هو الريسيفر اريا هي مساحه البايب، مساحه البايب بالظبط، الريسيفر اريا اللي هي مساحه البايب. اوكي، ودي كلها دي اللي هي الاريا الفاتحه اللي هي بتسقط عليها الشمس. زي ما احنا شايفين الشمس كده، انا بركزها اهو تمشي على البايو، فبنسميه ايه، فوكس لاين او لاين فوكس، لاين فوكس، لاين فوكس. اوكي معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، ده اسمه ايه، بارابوليك تراف اللي تحت، واللي فوق اسمه ايه، لينير فريسنيل، فريسنيل ريفلكتور. هو مش ريفلكتور، هو ريفراكتور اصلا، يعني هو ايه بيحصل ايه، ريفراكشن، يعني زي ما انتم شايفين كده هو بيغير الاتجاه، بيعمل قص انكسار للايه، لاشعه الشمس تدخل على الريسيفر اهو، ده الريسيفر هنا. اوكي تمام، هنا بقى السولار تاور نفس الحكايه كده اهو، الشمس بتدخل كده اهو وبتركزها على بوينت بقى زي هنا، شايفين ده، ده الريسيفر، شايفين الريسيفر هنا صغير قد ايه؟ بوينت فوكس اهو، الريسيفر هنا صغير قد ايه؟ الشمس بتنزل، ده اسمه ايه؟ بارابوليك ديسك ديش، ده بارابوليك تراف، تراف ده تراف يعني اللي هو بايب لاين، وده بارابوليك ديش بيبقى بيركز في نقطة واحدة، بيركز أشعة الشمس في ايه؟ نقطة واحدة. تمام؟ واضحة كده؟ تمام يا دكتور. تمام، احنا السولار سيجما كولكتور مختلف تماما على الايه، على اللي هو البي في. يعني البي في بيبقى ايه، عباره عن خليه، والخليه دي مصنعه من ما فيهاش بايب خالص. لو فيها بقى بايب في ظهرها بتبردها، دي هتبقى بي في تي، ده الهايبر. لكن لو هي عاديه جدا زي اللي احنا بنستخدمها هنا في مصر عادي جدا، فما فيش بايب، لا ما فيش اي حاجه، ده هي عباره عن ايه، عن كولكتور زي اللي احنا شفناه في الاول كده، فلات كولكتور. تمام، وبيستخدموا في الايه، في الماتيريال بتاعتها سيمي كوندكتور، فبتحول لي على طول اوتوماتيك بالايه، الطاقه الشمسيه الى الى طاقه كهربائيه. تمام، يبقى نقدر نلخص الكلام اللي احنا قلناه دون، ان السولار كوليكتور ممكن تبقى فلاب بليت، وممكن ايفاكويت تيوب، وممكن كونسنتريتد سولار كوليكتور. يبقى هما ثلاث انواع. اللي احنا النوع اللي احنا بنستخدمه في المحطات هو النوع الاخير اللي هو كونسنتريتد سولار كوليكتور. وان كنت انا هتكلم في المحاضرة هنا عن النوعين التانيين بسرعة كده هو، إلا عشان نعرف الفكرة، يعني هي فكرتهم واحدة، اختلاف بقى بعد كده هيبقى ازاي بنعمل concentration، يعني هما دول ودول ودول الفكرة واحدة، بس اختلاف ازاي بنعمل ايه concentration في النوع الأخير ده. لكن هنا ممكن نقدر ان احنا نتكلم بصورة أوضح على الايه، على ال على اللوسز والحاجات اللي زي كده. اوكي، فده بالنسبه للايه، للسيستم اللي عندك. فلات بليت بقى هو عباره عن ايه، هيت اكسشنجر، بيحول لي الريديانت سولار انرجي اللي جاي من الصن. تمام،
الى ايه هيت انرجي، وانا عاوز كلمه جرين هاوس افكت. ازاي بيستخدم الجرين هاوس افكت؟ يبقى هو بيعمل كوليكشن او كابتشر، يعني بيمسك الايه الطاقه دي يخليها ما تخرجش بره تاني. هنعرف ازاي كده اول، تمام؟ وده بيستخدم الطاقه دي في ميه زي ما احنا قلنا، درجه حراره ممكن توصل ل 80 درجه مئويه، فاغلب الحاجات بتاعتها بتبقى محتاجه ميه عند درجه حراره، زي مثلا زي ما بيقول لك ان هو تبريد في حمامات السباحه، تبريد ووشنج هيتنج، ميه بتاعت الشاور، اي حاجه ميه، اي استخدام ميه، ولكن هي دي بتبقى ايه بيبقى استخدامها ده فلاب بليت كله، تمام؟ واحنا قلنا هو عباره عن ترانسبيرنت كفر او ساعات بيسموه جلازنج، وهي ترانسفير ميديوم فلويد ماشي في البايب كده هو، وابزوربر حراره بتمتص، والهاوسنج للجسم يعني، وانسوليشن في ظهر الباك، في الباك بتاع الابزوربر، بحيث ان الانسوليشن دون يمنع لي ان اللوسز ايه يحصل تسريب للحراره من الهاوس. اوكي، فده الايه الفلات بليت، ده الفلات بليت اللي احنا عندنا. اوكي، طيب الفلات بليت دون زي هنبص بقى على حاجه اسمها ايه، ممكن يكون ايه طيب، وممكن يكون ليكويد طيب، يعني ممكن اسخن بيه هواء، وممكن اسخن بيه ايه، وممكن اسخن بيه ليكويد. طبيعي اسهل من تسخن ليكويد، تمام؟ ولكن احنا هنبص عليه برضه. هو ادي صوره كوليكتور، وده بيسموه جلازنج شيت. اوكي، وادي الووتر ايه، الووتر ان اهي ماشي بايبس اهي، تمام؟ ده مانيفولد كوليكشن، بيجمع لي الميه هنا وتتوزع. البايب ده الابزوربر بقى تي، وده ايه، تمام؟ وده الووتر اوت، وبعدين هنا سيل ده هي هيت انكلوجر، وهنا موجود عندي ايه فوم او الومنيوم انسوليشن، ادي عازل الايه الابزوربر من تحت، وهنا هيت ابزوربنج رايزر دي تيوب اهي، تمام؟ ودون الهيت ابزوربنج بليت، ده بليت اللي بيوصل الابزوربر ببعض عشان يركز للحراره برضو، او يخلي درجه الحراره ايه مرتفعه. هل في شكل في هل دون في مشكله مش مفهوم في حاجه في اي جزء فيه مش مفهوم؟ دكتور، حضرتك قلت تسخين الليكويد احسن، ما احنا ما بنعرفش كده، في ترانسفير تسخين الليكويد بيبقى اسهل مش كده؟ الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه اعلى. يعني ما بقولش ابسط، انا مش قصدي ابسط، ابسط في الديزاين، يعني كده انت محتاج الثاني في الديزاين، والثاني بيبقى محتاج ديزاين اكثر تعقيدا، ان انت بتسخن الهواء، واخد بالك؟ عاوز تزود الاريا، عاوز تعمل فينز، عاوز تزود، تمام ده اسهل. بس على اساس ان احنا مش ايه، انا بس بوديكم الفكره، ما يعني مش عاوزين ناخد حاجه معقده في الفكره، على اساس ان انا بس بعد كده هنركز على الحاجات اللي تخصنا احنا بقى، تمام؟ لكن هنا بوريكم بس الفكره ازاي الجزء بتاع الهيت اكسشنجر شغال. انا عاوز اركز على الجزء بتاع الهيت اكسشنجر شغال، وعاوز اركز على كلمه الجرين هاوس افكت. الجرين هاوس افكت اللي هو بيستخدمها في عمليه التسخين، تمام؟ ازاي بيعمل هنا جرين هاوس افكت، وازاي بيستخدمها في عمليه ايه التسخين، لان الماتيريال هنا مهمه جدا. الرسمه دي فيها حاجه مش باينه، او مش او عامله لكم كونفيوجن مع اي حاجه تانية بتشوفوها بره المحاضره في، يعني كل اللي احنا بنستخدمه في مصر دلوقتي، او اغلب اللي انتم بتشوفوه بي في، بي في يعني فوتوفولتايك سيلز، تمام؟ مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه خالص، تمام؟ واحنا قلت المره اللي فاتت ان فوتوفولتايك سيلز دفعتها في مصر تبقى اقل من الدول اوروبا، تمام؟ يعني السيمي كوندكتور لما بيسخن دفعته بتقل في تحويل الطاقه من ايه، من لايت سان لايت الى الكتريك، تمام؟ فمصر المفروض تعتمد على الثيرمال سولار كوندكتور، او تعتمد على البي في تي اللي هي هايبرد ما بين الاثنين، تمام؟ في نظر الانتشار السيلز في العالم كلها، وان ثمنها الى حد ما ابتدى يرخص،
فمصر بتحاول انها تتماشى مع هذا، ولكن في النهايه خالص الكفاءه بتاعه السيلز دي بتبقى منخفضه جدا عن الكفاءه لما تشتغل في اوروبا، فما نفتكرش ان التقدم بتاعهم بينعكس علينا كتير يعني. ده بلازنج اللي وان او مو كفر، يعني ممكن يكون دبل كفر. والجلازنج ماتيريال بتبقى مهمه جدا عندي، تمام. سواء كانت زي ما احنا قلنا ازاز او بلاستيك، احنا هنعرف ليه البلاستيك افضل، تمام. البلاستيك فيه عيب واحد طبيعي ان هو بيتكسر، البلاستيك ما بيتكسرش، لكن الازاز بيبقى احسن. وان كانوا ابتدوا يعملوا بعض الابحاث عن البلاستيك، الازاز بيبقى احسن في ان هو بيعمل لي جرين هاوس افكت احسن، اللي احنا عاوزين نوضحه. وهو هنا بيقول لي ممكن في بعض الدول ما يستخدمش في بعض الدول او بعض الابلكيشن ما يستخدمش جلازنج. في بقى الابزوربر، احنا قلنا الابزوربر بليت اهي، تمام، و بينتد بلاك، تمام، على اساس او سيلكتيف ابزوربر معين، هنتكلم على السيلكتيف ابزوربر حالا اللي احنا بنستخدمها، تمام. ويبقى تاني حاجه بقى الهيدر، صحيح الهيدر المانيفولد، تمام، المانيفولد سواء بقى هنا او هنا، ده برضه من حاجات المهمه عندنا. والانسوليشن والكونتينر، هما دول المكونات الخمسه الاساسيه في السولار سيجمال او سولار سيجمال سولار سيجمال كله. اوكي، بلاك بليت طبيعي. يا شباب هنا ما فيش اي كونسنتريشن بتتم، هل هنا في كونسنتريشن؟ ما فيش كونسنتريشن، لا. هنا بقى احنا عاوزين نختار اسطح معين. من اهم السلكتيف سيرفيسز او الماتيريال بتبقى مؤثره جدا في حاجتين، في الجلازنج والابزوربر، في الجلازنج والابزوربر، تمام. طيب انا عاوز ايه المواصفات في الابزوربر؟ انه يكون هاي ابزوربتيفيتي، دي هاي ابزوربتيفيتي عند الشورت ويف لينسز، اوكي، ولو اميسيفيتي، تمام. يبقى انا عاوز ماتيريال للابزوربر، لو ما لقيتش ماتيريال ابزوربر يبقى هعمل كوتينج تكون متتمتع بهذا هاي ابزوربتيفيتي عند الشورت ويف لينس ولو اميسيفيتي عند درجات الحراره دي والشورت ويف لينس. يبقى دي اول حاجه انا بدور عليها في الديزاين، في الديزاين بتاعي، في السلكشن بتاع الماتيريال، تبقى بتعتمد على الكلام ده. ب لان ابزوربتيفيتي لما تبقى عاديه يبقى كل الحراره اللي ساقطه عندي همتص اغلبها، والاميسيفيتي لما تبقى منخفضه يبقى مش ما فيش فقد في الحراره دي من السطح. يبقى كل الكلام ده انا بلعب ان انا اقلل اللوسز، اوكي. طبيعي الكلام دون قال لك combination of characteristics دي بتقدر ان هو يمتص او يستفيد من 98% من الطاقة الراديشن اللي داخلة عنده. كام 400 كلفن، يعني 27 درجه مئوية، تمام. ودي هنقدر نبص عليها من الشكل ده، مش عارف الشكل ده جاي اهو، لا مش دلوقتي، تعال نبص عليه اهو.
نلاحظ ان دي ايه الويف لينث مع الترانسميسيفيتي ومع ده بالنسبه للترانسميسيفيتي والابسوربتيفيتي هتبقى شكلها كده اهوت. فانت هنا هو بتقدر تعدي الايه البلازنج دوت برضه بيعدي لك الطاقه او الـ بيسمح بانه او بيشتغل عند درجه عند ويف لينث لغايه كام؟ لغايه 400 او لغايه 4 مايكرون 4.5 مايكرون تمام. فهو اللي بيعديه اصلا الرينج من كام؟ من 3 اغلبه من 3 من 10 مايكرون ل 3 مايكرون اهو 3 مايكرون معدي اغلب الطاقه اهي معديه في الرينج ده. دي اغلب الطاقه اللي موجوده في الشمس فهو بيعدي لي الطاقه دي اوكي okay. وما بيعديش الويف لينث الايه العادي. فهو وانس ان هو دخل مش هيعرف ياخد تاني لان هو ما بيتعاملش مع ايه مع الويف لينث الايه 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 المرتفعه. فده بيخليه يعمل لي كايه كمصياده. يبقى جلازنج وظيفته ايه اللي هي ما يسمى بالجين هاوس افكت ان هو يدخل لي اشعه الشمس بتتركز من كذا لكذا اللي فيها الحراره 3 من 10 ل 3 3 من 10 ل 4 ونص هو مايكرو تمام. فهو الازاز دوت بيكون الترانسميسيفيتي بتاعته تمام تقدر انها من 3 من 10 ل 3 تقدر انها تخرج تدخل لي اغلب الطاقه الحراريه اللي داخله من الشمس تمام. وبعدين تمنع خروجها. يبقى هي الهدف من الجلازنج او ترانسبيرنت كفر از ترانسميت ذا شورتر ويف لينث سولار راديشن بات ايه بلوك ذا لونجر ويف لينث راديشن فروم ذا ابزوربر. يبقى بتسمح للطاقه انها تدخل لكن الطاقه الخارجه او المنعكسه من الابزوربر عند ويف لينث عاليه بتمنعها انها تدخل. وبالتالي انت عملت اكنك عملت ايه عملت كايه كمصياده للحراره كمصياده للايه للحراره ودي بتقلل لي reduce heat loss by convection from the top of the absorber. دي بتقلل لي الطاقة تمام. وبالتالي يبقى دي لازم ان انا ايه اختار الماتيريال دي بدقة سواء الماتيريال بتاعت الابزوربر او الماتيريال بتاع الجلازنج عشان تحقق لي الايه الهدف منها انها تحسن لي تعمل لي كايه تراب للطاقة اللي نازلة من الايه من الشمس وتخليها في الحيز بتاع الايه الابزورب. ماشي يا شباب. The purpose of absorber is to absorb as much of incident solar radiation as possible. تمام؟ يبقى دي الطبيعي دي بعض الاشكال او بعض الديزاينز اللي ايه اللي احنا بنعملها على الايه الابزوربر. وزي ما احنا شايفين كده هنا في مالتي دي كلها بايبس ودي تشانل كده هو مالتي تشانل اوكي ودي هي رول بوند تمام. وزي ما احنا بنقول ان السطح ده تمام انا بعتبره كفينز اللي هو الموصل ما بين البايبس ببعضها اللي هي البليت دي بتعامل معاها انها تبقى ايه زي الفينس بتزود لي من عمليه انتقال الحراره وبيبقى في كوتنج على الايه على الفينس دي بحيث انها على البليت دي بحيث انها تزود الايه الابسوربتيفيتي بتاعتها مش عارف تدبينها احنا هنا ولا ما اعتقد ما تدبينها ما هي فوق اهي سوبر بليت انكلوز كفر كذا 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 تمام مش هي دي تمام دي الماتيريال نفسها لكن في كوتنج بتبقى موجوده تمام اهو في كوتنج بتبقى ايه بتبقى موجوده على الايه على الابزوربر
بتخليه يولي الابسوربتيفيتي بتاعته والاميسيفيتي بتاعته تبقى في حدود اللي احنا عاوزين ايه اللي احنا عاوزينه. ماشي يا شباب؟ في سؤال؟ ده هو طبيعي بعمل له سطح ايه متعلق بحيث انه السيرفس ايه تزيد. وهنا الحته بتاعت ال in order to increase the absorption of solar radiation and produce emission بيبقى في ايه بيبقى في كوتنج اهو علشان نخلي الرينج بتاعنا من 0.3 ل 3 ايه الابسوربتيفيتي تبقى ايه تبقى عاليه جدا هاي ابسوربتيفيتي بيبقى سيلكتيف كوتنج. يبقى اذا دي كلها طبيعي احنا في الثمانينات تمام ظهرت عندنا نهضه كده قال لك هنعمل سولار كوليكتورز وهنصنع ومش عارف ايه. طبيعي كل سولار كوليكتور اللي هم صنعوها تمام وركبها على بيوت ما اشتغلتش ليه؟ عشان الماتيريال بتاعتها مش مدروسه والكوتنج بتاعتها مش مدروسه على اساس انها دي حاجه اساسيه في تصنيع وفي تصميم اللي هي عمليه الترافنج دي. عمليه الترافنج دي يعني بدون الترافنج دول مش هتسخن ولا هستفيد من الحراره. الترافنج المطلوب بيها اللي هي جرين هاوس ايه؟ جرين هاوس افكت. ماشي يا شباب؟ اي اسئله؟ لا تمام يا دكتور. يجي بقى نبص على ال evacuated tube. evacuated tube دي هي ان انا بحاول اخلي زي ما احنا هنشوف كده هو انا في عندي losses جايه من losses جايه لي عندي منين؟ من الconvection والradiation. الconvection ما بين الابزوربر تمام والكفر او البلازنج في الكونفكشن تمام في حرف اثنين من الكونفكشن يعني في اثنين من الابزوربر للهواء ومن الهواء للبلازنج فدي حاجه عندي لوسز. اوكي طيب ازاي اتغلب على اللوسز دي؟ فقال لك والله المسافه اللي بين البلازنج وما بين الابزوربر نعمل لها evacuated ايه؟ evacuated ايه تيوب تيوب مفرغه تمام؟ وبالتالي الاتجاه ليها ديا بيبقى ايه؟ بيبقى موجود ايه من بدايه ال يعني من سنين كثيره جدا عدت اهي التركيب بتاعها ده فين؟ ده الابزوربر فين evacuated تيوب اهي؟ اوكي يبقى انا في عندي هنا هو الايفاكويتد او فاكيوم سبيس اهو اللي هو وده ايه وده الابزوربر اهو اوكي والشمس نازله هنا هو نهيا تمام وهنا اهي ده التيوب دي وفي نفس الوقت دي ترانسبيرنت يعني هي اللي بتسقط في خلالها الشمس فالمسافه ما بين الابزوربر وما بين ال بلازنج هي المسافه فيها ايه مفرغه وبالتالي هي ترانسفير باي كونفكشن مش هيبقى عندي هي ترانسفير باي ايه باي كونفكشن مش هيبقى عندي هي ترانسفير باي كونفكشن وبالتالي الكفاءه تعلى في الحاله دي الكفاءه في الحاله دي ايه هتعلى عن الديزاين التقليدي. عاوزين نتكلم او عاوزين نبص برضو على ما يسمى بالهيت فاير لان انا عاوزكم ايه دوروا على الهيت بايب ايه الهيت بايب دي ماشي يعني ايه هيت بايب هو دكتور كان عندي سؤال في الحته دي هو انا كل ما اكبر القطر بتاع اللي هو البايب اللي في النص انا الصوت مش واضح علي صوتك كده
كنت بسأل لو كل ما بكبر قطر البايب او ان انا اصغر الكليرنس ما بين ال ما بين الابزورب الكليرنس ما بين ليه النقطه دي اللي هي النقطه دي يعني كل ما صغر الكليرنس يبقى احسن من ان انا اعمل ايفاكيويشن ولا انا لازم اعمل ايفاكيويشن الايفاكيويشن بيمنع لي خالص لو انا عملت فولي ايفاكيويشن طبيعي ده ما بيحصلش تمام بيمنع لي خالص الكونفكشن بيمنع لي خالص ايه الكونفكشن تمام اوكي لكن الهيت بايب هنا البايب بيحصل فيها ايه بيحصل فيها بويلينج زي ما انتم شايفين كده ده هنا ازرق وهنا ايه احمر هنا حصل ايه بويلينج اوكي ودي بتبقى مش ووتر دي بتبقى بايب بتبقى ماتيريال سهله انها تتبخر عند درجه الحراره اللي هي ممكن 50 60 70 تمام وكميه انتقال الحراره في الهيت بايب انتم عارفين زي ما انتم خدتوا كده في الهيت ترانسفير ان كميه انتقال الحراره بالكونفكشن والايفابوريت او بويلنج والكوندنسيشن بتكون عاليه جدا وبالتالي هنا الهيت بايب بتزود لي من معدل او انتقال الحراره ما بين الايه ما بين الابزوربر او سطح الابزوربر والايه والليكويد اللي جوه اوكي بتزود لي كميه انتقال الحراره كتير فانا الهيت بايب دي اساسيه في بعض انواع السولار كوليكتر انت يبقى عندك ايه ما يسمى بالهيت بايب ودي مهمه جدا ان انتوا تبقوا برضه عندكم فكره عنها يا شباب في هنا ايه تاني ممكن تبص على ايه تاني هنا بس كده ممكن. هو ده اللي يهمني كانتقال حراره ده يهمني كانتقال حراره زي ما انتوا شايفين كده يمكن انا ما دخلتش شويه في الانجلز بتاعت السولار والحاجات دي لغايه دلوقتي ولكن انا يهمني السيستم كميكانيكال سيستم وبعدين هندخل في ايه في الكلام ده يمكن محاضرتين كمان لكن انا يهمني ان تكوينه السيستم نفسه ان ده تبقى مفهومه تمام احنا دخل علينا الشمس اهو الشمس نازله استفيد منها ازاي بقى خلاص الشمس نازله هتنزل بمعادلات مختلفه تمام انا لازم ايه اكون عامل حساب كل الكلام ده ازاي اوكي طيب يبقى الكونسنتريتنج احنا شفنا انواع من الكونسنتريتنج ساعه ما كنت بوريكم الرسمه اللي هي بارابوليك كومباوند او البارابوليك الترف والبارابوليك ديش الفرق بين الترف والديش ان الترف دوت يبقى انتقال الحراره متركزه في بايب على بايب لاين والديش بيبقى متركزه في سمول اريا في سنيل برضه نفس الحكايه والسنترال تاور كولكتور نفس الحكايه وكذلك ايه السيستم اللي عندي طيب يبقى كونسنتريتد كولكتور زي ما هنقدر نركز نعمل لها كلاسيفيكيشن او نقسمها يعني او نصنفها الى لاين فوكس وبوينت فوكس يبقى بوينت فوكس كونسنتريتنج كولكتور او لاين فوكس كونسنتريتنج كولكتور واضح جدا متهيألي بعد ما شفنا الرسومات ايه هي اللاين فوكس وايه بوينت فوكس صح كده؟ اه تمام هي ايه بايب اوكي بايب ايه طب يقطع عند حضرتك تم عن بتقولوا ايه النت ما اعرفش فيه ايه ثواني كده هحاول ارجع النت تاني لان النت ده انا شغال عندي كويس بس
علاش يا شباب النت بقى مش بايدي معايا؟ سامعني كويس كده؟ اه تمام يا دكتور. اه تمام يا دكتور. تمام. انا عشان حاولت استخدم النت الثاني كان برضو اوحش من دون فرجعت ثاني لان احنا كنا بنستخدمها صار اثنين نت عاوزين نزود عن كده من صوص. المهم في عندي هنا هو لاين فوكس وبوينت فوكس، انتوا واخدين بالكم ايه الفرق بينهم؟ ما عرفتش كنتوا سامعيني ولا لا قبل كده وانا بتكلم يعني. اوكي طب يبقى انا في عندي لاين فوكس وفي عندي بوينت ايه، عندي بوينت فوكس. اوكي سامعيني يا شباب عشان بس الان تكونوا سامعيني تمام. اوكي وادي الرسمه دي كنا شايفينها من شويه، ده اللاين فوكس اللي هما في نوعين اساسيين منهم اللينير فريسنيل كوليكتور اللي هي بيسموها اي اف ار او البارابوليك تراف. تمام ودي المكونات الاساسيه بتاعتهم. وهنا دي برضو في حاجه اسمها فيكسد ريسيفر ودي موبايل ريسيفر. يعني فيكسد ريسيفر يعني ايه؟ يعني مهما تغير اتجاه الشمس هي ما بتغيرش الزاويه بتاعتها، ما بتغيرش الزاويه بتاعتها. هنا لا، ده هو في سيستم او ميكانيزم بيعمل تراكنج للشمس، بيعمل تراكنج للشمس. ده ما بتعتمدش على النوع، بتعتمد على يعني هل دي بتعمل تراكنج. ده برضه هنا الهيلوستات تمام، وهنا بارابوليك تراف برضه بتعمل بتقدر انها تمام تمام. وزي ما احنا شايفين كده هو دون increasing optical efficiency من فوق، يعني الاوبتيكال افشنسي زادت تمام وكده increasing optical efficiency. يبقى النوع ده احسن، ده اسوأ من دون ودون اسوأ من ده تمام. يبقى انهي الاوبتيكال افشنسي احلى اللي هو في البارابوليك ديش احسن من البارابوليك تراف، وانهي الانكريسنج افشنسي اعلى اللي هي البارابوليك تراف افضل من من اللينير فرنسيل تمام. واسوأ واحسن حاجه اللي هو البارابوليك ديش تمام. البارابوليك ديش هي ليها يعني اكيد يعني كده بوينت فوكس بتبقى افضل من اللاين من اللاين فوكس. بوينت فوكس بتبقى افضل من اللاين فوكس. واضح؟ هنا نفس الحكاية كده، دي العلاقة ما بين concentration ratio والtemperature. زي ما احنا شايفين كده هو أعلى حاجة اللي هي solar fairness. اوكي دي هو حوالي كام؟ 10,000. ودرجة الحرارة كام؟ حوالي 2400. البارابوليك تراف لا، ده هي زي ما احنا شايفين كده، احنا قلنا ما بين صفر و100، احنا قلنا حوالي 40 ولا 60، ودرجه الحراره حوالي 400 درجه مئوية تمام. فدي علاقه ما بين الكونسنتريشن ريشيو والايه والدرجه الحراره اللي انا بحصل عليها. اللينير كونسنتريشن او كونسنتريتور بيبقى زي ما احنا قلنا النوعين احنا لسه شايفينهم تمام. والطبيعي الكوليكتور هنا بيعمل كابتشر عن طريق مش بقى مش زي الفلات بليت، كان بيعمل ترابنج عن طريق الجلازنج عن طريق الازاز دوت، ان هو بيعمل ترابنج يعني بيعمل مصيده للطاقه. هنا احنا مش عاوزين نعمل مصيده للطاقه، هنا احنا عاوزين نركز الطاقه، نركز الطاقه. وبالتالي الصور كوليكتور بيعمل كابتشر للسن انرجي تمام، ويعمل ريفليكشن وفوكس للسن لايت دي على
لاينر ريسيفر تيوب، يبقى على تيوب تمام اوكي. طبيعي زي ما انتم شفتوا كده يعني ده شرح يعني ان التيوب ده بيبقى فيها فلويد، وان الفلويد ايه ان الفلويد بتسخن وتروح للتربينه تولد لي ايه كهرباء، ده اللي احنا قلناه من شويه تمام. ودون طبيعي مختلف عن البي في تاني انا بتكلم كتير ليه عشان واضح ان في كونفيوجن كان في اول المحاضره. ده البي في تاني، البي في هي عباره عن سيمي كوندكتور، السلسله دي عباره عن سيمي كوندكتور، الوظيفه بتاعتها انها بتحول اللايت، عشان كده لما يقول لك ايه ده ما فيش شمس في المانيا، لكن بيستخدموا يا بص الناس دي تقدمت جدا ده عندهمش شمس، لكن بايه بيستخدموا ايه بيستخدموا بيطلعوا طاقه شمسيه، هم بيستخدموا بي في الضوء، بيستخدموا ايه الضوء، لكن ما يقدروا يعني ما عندهمش السورس. احنا عندنا بقى الاثنين، عندنا ضوء وعندنا ايه عندنا هيت. احسن حاجه نستخدمها هي ايه البي في تي، ده في وجهه نظري يعني تمام. البي في تي اللي هي الهايبر اوكي. هنا الستيم كان بي جنريتد دايركتلي ان سولار فيلد which eliminates the need for costly تمام هيت ايه بنقدر ان احنا نستخدم الستيم، بتقدر تستخدم ستيم مباشره تمام. في النوع البوينت ممكن ما تقدرش تستخدم ستيم، انت بتقدر تستخدم بقى ايه سولتس، فدي تفي والنوع دون الكباسيتي بتاعته بتبقى اعلى من النوع التاني، يعني ده اقصى انتشارا من النوع اللي هو البوينت يعني الفوكس بوينت اللي هي الفوكس او بوينت ايه كونسنتريتنج ايه سولار ايه كولكتور او الفوكس ايه بوينت. معايا يا شباب؟ طبيعي البارابوليك تراف احنا بصينا عليها تمام، وهي عباره عن ايه بارابوليك كده هو بتعمل لي ريفليكشن. انا عاوز اعمل مقارنه ما بين البارابوليك تراف وما بين الفري سلينر، ان دي بتعتمد على الريفليكشن، الثانيه بتعتمد على ايه على الريفراكشن. تعرفوا ايه الفرق بين الريفليكشن الريفليكشن والريفراكشن؟ يعني هنا بتركز بالريفليكشن، الثانيه بقى ان ذي فريسنال لينسز which consists of fine linear grooves on a surface. يعني في fine على السطح نفسه في grooves، الجروفز دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي انكسار للضوء، وبالتالي الضوء بيغير اتجاهه تمام؟ تمام؟ علشان ايه يبقى ايه؟ يبقى اكنه ايه؟ اكنه لينسز عدسات كده هو، فبيغير اتجاهه بيتركز في اللاين اللي انا عاوزه او في الاتجاه اللي انا عاوزه. اوكي معايا يا شباب؟ يبقى الفرق الاساسي ما بين الايه البارابوليك البارابوليك تراف وال والبارابوليك والفريسنال لينسز هي ايه؟ هي في الميكانيزم، في ميكانيزم الكونسنتريشن، هنا بيعمل ريفليكشن، الثاني بيعمل ريفراكشن، الثاني بيعمل ايه انكسار، ده بيعمل انعكاس وده بيعمل ايه انكسار للايه السيستم، وان كان الثاني برضه ابتدى يديله شكل كونكيف كده علشان يبقى بيستخدم الاثنين، يزود كفاءة تمام؟ يزود ايه كفاءة الكونسنتريشن بتاعه. كده يا شباب؟ طيب هنا الصورة، طب هنا طبيعي دي محطة موجودة بتعتمد على الايه؟ على البارابوليك ايه؟ جراف، والمحطات بتبقى ايه؟ بتبقى من حوالي من 14 ميجا ل 80 ميجا، اعتقد ان احنا عندنا محطة 20 ميجا من النوع ده
محطة 20 ميجا، والإفشنسي زي ما احنا قلنا 15% من 14 ل 16% ريشيو اوف سولار ايجاديشن تو نت الكتريك باور، يعني تمام الكتريك باور للايه للسولار ايجاديشن معكوسه تمام. اند ماكسيمم اوبريتنج تمبريتشر حوالي 390 تمام. ولو استخدمت مولتن سوليدز ممكن ان انا اوصل ل 550. كان في حد بيسالني ليه ما نستخدمش الستيم على طول، اهو كان الاسبوع اللي فات حد كان بيسالني ليه ما نستخدمش الايه الستيم على طول، اهو هو هنا بيجاوبنا اهو. لو هو استخدم مولتن سوليد بيرفع درجه حراره 550، وبالتالي بيقدر ان هو يحصل على باور اعلى تمام، والكفاءة بتبقى ايه بدل ما هي من 14 ل 16 من 15 لايه ل 17 تمام تمام. وده دي ايه ده بالنسبه لمحطه من محطه تمام. هنا ده بالنسبه للايه في اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ تمام يا دكتور. هنا لينيا فيسنيل هنا زي ما احنا قلنا انها عباره عن في حاجه زي فلات سيرفيس يعني، وبيحصل ريفلكتنج الماتيريال تمام، ان بيحصل ريفلكشن يعني انتصار للضوء، وبالتالي بنقدر ان احنا نعمل فوكس برضو كالينير بالنوع التالي تمام. هي فلات او سلايتلي يعني هي زي فلات ليه بس سلايتلي كيرفد تمام، ليه بيحاول يحسنوا من الاداء بتاعتها تمام. هي هنا بس هي في فلات سان لايت اون ريسيف اوكي. يبقى دي ايه سمول بارابوليك ميرور سمتايم از تو فاذر فوكس ذا سان لايت، زي ما احنا بنقول ان هو ابتدى يعمل الكيرف شويه او بارابوليك شويه على اساس يحسن من الاداء بتاعه. هنا ادي الشكل بتاعي هو بمنتهى البساطه، ادي ايه ادي بيحصل انتصار للضوء شوية انعكاس للضوء تمام. ادي الريسيفر هنا هو يعكس او بيحصل اتجاه الاشعة تمام، وهنا بيعمل لي ايه ادي الريسيفر هو لاين تمام، وبعد كده هو بيدخل هو على التلبينة الجنريتور، وادي ايه كوندنسر، وادي السيستم بتاعي ده السيستم بتاعي سيستم ايه متكامل. هو دكتور عندي سؤال، هو انا في جزئيه كده ما كنتش فاهمها، هو ازاي بيفضل محافظ على الانجل بتاعت السولار طول الوقت؟ هو الريفليكتور دون دايما متوجه لللاين. لا ما هو احنا قلنا في عندنا نوعين، في نوع بيبقى فيكسد تمام يعني الزاويه مش بتتغير، وبالتالي بيبقى استخدامه خلال اليوم بيديني كمية من الباور متغيرة ماشي، وفي نوع بيبقى فيه تراكن يعني في نوع بيبقى فيه تراكن. انت لو بصيت على الرسمة اللي هي دي لو بصينا على الرسمة اللي هي او هي جايه الوقت، بص هنا كاتب لك ايه؟ ايه اللي انا بشاور عليها دي؟ اللي هي الفيكسد فيكسد ريسيفر، ودي دي اللي هو الموبايل ريسيفر. ده متحرك، ده في تراكنج، ده في ايه؟ تراكنج يعني الزاوية يعني ده بيتغير، الزاوية بتتغير مع اتجاه الشمس. التراكنج الاول طبيعي بيبقى ايه بروجرامبل
يقول لي والله انت مركبها في اني لوكيشن والشمس هنا بتتغير ازاي من الصبح لليل، وبالتالي يبقى في ايه تراكنج معايا بتحرك بقى دكتور عن طريق ايه بتتحرك في مطور بيحركها بتتحرك مباري سنسور يعني لو بيحس بالشمس بيتحرك ولا بيضيق بروجرام حاجه بتسنسو بيحس بالشمس ده بتتحرك بزاويه معينه بحاجه زي البي ال سي بتتحرك اوكي يعني بروجرام هي دي الحسابات اللي احنا المفروض هنحسبها احنا ناخدها معايا ازاي الشمس دي بتتغير ايه العلاقه ما بين السولار انتنسيتي والتايم اللي هي الاور انجل يسموها اور انجل اللي هي دي هتبين لي ان الشمس ازاي بتتغير او اتجاه الشمس بتتغير مع الزمن اوكي وبالتالي انا بقى دايما باخد ايه بخلي دي العموديه على السطح على على على, على اتجاه سقوط الشمس السطح ده بيبقى عمودي عشان ايه يبقى ايه السولار انتنسيتي بتاعته عاليه مع ذلك فالسولار انتنسيتي نفسها بتتغير مع التايم اوكي وبالتالي بقى محتاج لي انرجي ستوريج سيستم معايا تمام يا دكتور كده واضح لكن الموبايل دي بتعمل لي ايه بتخليني اخد افضل اداء عند الساعه دي يعني انا عاوزكم يعني هو دايما الموبايل دي عايز تاخد اللي هو اقل كوزاين للشعاع الشمس بالظبط هو بيحاول افضل اداء عند الساعه دي واخدين بالكم الكلمه اللي انا بقولها انا دلوقتي الانبوت بتاعي بيتغير اوكي الانبوت بتاعي بيتغير هل السولار انتنسيتي دي بتبقى ثابته الانسوليشن بيبقى ثابت على مدار اليوم ولا بيتغير يعني فجاه بيتغير تمام فانت عاوز افضل اداء عند الساعة دي عند الساعة مثلا 10 الصبح السولار انسوليشن مثلا كذا اوكي 600 مثلا واط لكل متر مربع مثلا اوكي 800 واط لكل متر مربع مثلا اوكي طيب كم في المية هتاخده منه لما بتبقى بقى عامل موبايل بتاخد اكبر كمية ممكنة منه يبقى انت كده بتاخد الافضل على مدار في الساعة دي مش افضل من الساعه 12 مش افضل من الساعه من المون تايم لان نون تايم الساعه الظهيره طبيعي اللي هي فيها سولار انتنسيتي اعلى ساعات اوكي اوكي يا شباب وهي دي الفكره يعني دي هو بعض المحطات اهون اهو هنا بيقول لك انا مش محتاجها لان اللاينر دي زي ما انتم شفتوا كتيره جدا تمام فالشمس كده كده هتسقط عنها هو بيقول كده تمام تمام اللي هي مش محتاج ايه تراكنج سيستم تو اكسس تراكنج التو اكسس تراكنج بنستخدمها دايما لما يبقى في فوكس على ايه يعني في عندي تراكنج بيبقى سنجل اكسس وتراكنج ايه تو اكسس التو اكسس في حاله البوينت ان انت عاوز تركز تحرك الشمس بحيث انها تتركز فين في نقطه معينه فيعني عند نقطه معينه يعني ايه يعني ليها عدسات اكس وواي بينما اللاينر تراكنج لا ممكن تستخدم سنجل اكسس سنجل اكسس ايه تراكنج سيستم اوكي وهنا بيقول لك الادفانتج بتاعتها انها انها ايه ان اللور كوست لكن طبيعي زي ما احنا قلنا ان الاوبتيكال افشنسي بتاعتها اقل من الاوبتيكال افشنسي بتاعت البارابوليك احنا الرسمه اللي انا قلتها لكم دي الافشنسي احسن حاجه في ام فين واقل حاجه فين فاكرينها لسه قايلينها الوقت تمام مش عايزين نرجع تاني للرسمه
تمام. احنا قلنا من الايه من الشمال لليمين الافشنسي بتتحسن، ومن تحت لفوق الافشنسي بتتحسن، فايه طلع عندنا احسن حاجه اللي هي الستيت، واقل حاجه اللي هي الايه، واقل حاجه اللي هي الفيرسنال كوليكتو، دي اقل ايه اوبتيكال افشنسي. اوكي، وبعدين احسن منها الطلاق، وبعدين احسن منها البارابوليك تراف، وبعدين البارابوليك ديش، وبعدين ايه الايه اللي هي الستيت. احسن حاجه البارابوليك ديش. اوكي ماشي يا شباب. في هنا بيطلع حوالي زي ما احنا شايفين انها بيطلع اقل من الثانية. محطة طلعت كام؟ 30 في محطة 30 ميجا وات. اي دي يعني ايه؟ الكتريستي، يعني ساعات بيسموها تي اتش يبقى سيجما، لكن 30 ميجا وات اي يعني الكتريستي، يعني نقل طاقة. يعني طبيعي كفاءة المحطة ممكن تكون زي كفاءة المحطات بتاعت الستيم 30%، يعني دي ممكن تقول انها مثلا ممكن تكون 100 ميجا وات ثيرمال، لكن ايه 30 ميجا وات ايه الكتريستي، اي دي يعني ايه الكتريستي. اوكي يا شباب، واضح الدنيا واضحه بالنسبه لكم ولا لسه شويه عشان في كونفيوجن ما بين السيلز وما بين اللي احنا بندرسه؟ احنا بندرسه ثيرمال سولار كله وليس ايه بي في فوتوفولتايك. اي اسئله؟ ايوه دكتور اسلام. هو فرق الافشنسي بين السولار بانل والثيرمال لو هاخد يعني لو هعمل استيم اولد بكهرباء بيبقى فرق قد ايه؟ هو بص انت ما تاخدش الارقام من يعني الاثنين تقريبا في مصر واحد. تمام. لكن بالنسبه لبره ال بره ممكن يكونوا واصلين حتى 20% في البي في. البي في يعني عامه انا في الادفانس بيبقى احسن يعني. ده بالنسبه لمين؟ لبره. يعني هو كل الابحاث دلوقتي شغاله على البي في. يعني بره دول اوروبا كلها بتعتمد على البي في. معايا؟ تمام؟ لكن انت عندك البي في لما بتيجي هنا كفائتها بتنزل اول. عشان كده زي ما قلت لكم ما تعولش على ان بره حاجه انت شوفها عندك كام. معايا؟ شكرا دكتور. يا دكتور هو في فريسنا حضرتك قلت بتعتمد على الانكسار الدوائي. ففي الصوره ما كان اللي هي اول صوره اللي كان فيها بتعتمد على الاثنين، بتعتمد على الريفلكت وبتعتمد على الايه اللي هي الصوره دي. انا عايز انت قصدك ايه؟ على الجهادك كده قصدك على دي؟ لا كان في صوره في اول السلايد خالص اللي هو الاربع انواع جنب بعض اللي هو الترف والدش. هو في بعض الكتب يقول لك الريفليكشن لكن هي بتعتمد مينلي على الريفليكشن، يعني هي بتعتمد على الاثنين في الحقيقه دي قصدك دي. تمام دي. انا مش فاهم هيحصل ازاي انكسار ده، يعني هو قال لك كده ريفليكشن السطح ده بيبقى فيه جروبس، السطح ده بيبقى ايه في كابيتس. تمام، يعني هنا السطح ده ايه بارابوليك. فاهم؟ تمام، عشان زي مرايه اللي تحت مرايه. هنا ده فلات وفي في كافيتيز، في ايه كافيتيز، ما بيتكسر بيحصل انكسار على كافيتيز. انا كاتبها لك في الشرط معايا. انكسار اكتر ما هو انعكاس زي المرايه. زي المرايه بالظبط. تمام تمام، عشان كده فرق الكفاءه الاوبتيكال افشنسي فين هنا زي ما احنا اهي كويس ان احنا رجعنا. الاوبتيكال افشنسي فين هنا افضل
الفريسنال اقل حاجه. اوكي والدش بربط الدش اعلى حاجه من زي ما قلت لك بربط الدش اعلى. اوكي تمام ده. احنا هنكتفي النهارده بالكلام ده. ما جاي هنكمل البوينت بقى بوينت فوق ايه وهناخد نبتدي ناخد البرفورمانس بتاعه الايه الكوليكتورز بقى كمعادلات. نبتدي بقى في المعادلات لكن يهمني قبل ما نبتدي في المعادلات ان احنا نبقى فاهمين وما فيش كونفيوجا عندنا. تمام ممكن اجيب لكم حاجه فيديو لو لقيتكم كده فيديو ولا حاجه هو بيتحرك وبيعمل تراكنج كده هو اوكي هتبص ازاي في اسبانيا المحطه دي اللي هي بتاعت 30 ميجا هي اسبانيا شويه جوها الى حد ما قريب مننا فبيستخدموا السيرمال لكن المانيا ودول اوروبا كلهم شغالين على بي في. تمام اسبانيا شويه معانا يعني لو حد دور كده يدور على اسبانيا. اوكي بس هنا دكتور تقريبا في مصر بنستخدم بي في في المعظم يعني. لا في محطه اللي هي في واحد في يوم اسمها ايه بس كل انتاج مصر من البي انتاج مصر من البي في هنجيب لكم اسمها يعني في محطه بس اسوان. لا لا مش 26 اسوان. اسوان كلها بي في. اللي ماسك محطة أسوان على فكرة كان زميلكم دفعة 2012 اللي ماسك محطة أسوان عاصم كوريم دون ده زميلكم انتم من عين شمس من قسم ميكانيكا قوة كنا بنديه سنة 2012 هو دلوقتي اللي ماسك المحطة هو مدير المحطة بتاعت أسوان. تمام لكن احنا بنتكلم على السيرمال لا اسمها ايه نسيت الاسم خالص. تمام هي محطه بتنتج 20 ميجا 20 ميجا سيرمال يا شباب. انا هجيب لكم برضو ايه الخطه بتاعت الوزاره بالنسبه للسيرمال يعني في المفروض ان احنا هنزود السيرمال عندنا. اوكي اي اسئله شكرا نذاكر باول باول ولو في اي اسئله اكتبوها اول المحاضره اللي جايه تقريبا المحاضره الجايه هتبقى اخر محاضره بعد ايه شويه قبل المتاج وهشوف هنعمل ايه بقى في المتاج ماشي يا شباب يلا بالتوفيق.